الصفح والعفو للشاعر الأديب حمد بن عبد الله العقيل. للصفح والعفو بين الناس إمكان، يحوزها من له في الناس إحسان، ففيهما قد ينال المرء مكرومة بالعفو من ربه يتلوه غفران. ومن شكى من أخ أو صاحب ألما وقد أتى معه زور وبهتان، من دون ذنب جنى أو زلة وقعت، بل سوء فهم وما أجلاه تبيان. ما كان ذلك من ظلم يمارسه، بل كان ممن يريد الشر شيطان. ما كان ذلك من ظلم يمارسه، بل كان ممن يريد الشر شيطان. لابد من موقف ينهي مهازيله، فللتفكر والتدبير إعلان. احرص على رحم ترعى فإنا لها، حقا أقر لنا في ذاك قرآن. واجعل لها خانة كي لا يقاطعها شح يقد لتشعل منه نيران. للين في جانب معه العتاب، إذا قد قيل منه برفق أيما شان. يزيل أسباب شر قد بدت قيم من لها، فم ناهش يؤذي وأسنان. يا رب بيض لمن يعفو صحائفه، تنيل عن كظمه للغيظ غفران. رحمك يا رب ربي أنت الله، قد سجدت لك الخليقات إنس كان أو جان. صلي وسلم على المبعوث سيدنا محمد، فهو للأخلاق عنوان. صلي وسلم على المبعوث سيدنا محمد، فهو للأخلاق عنوان.